الموجز الإخباري. جلالة الملك محمد السادس يصدر تعليماته السامية لتقديم المساعدة للساكنة المتضررة بالتساقطات الثلجية. النجلة الوزارية لليقظة تعقد اجتماعها بوزارة الداخلية لتتبع المتواصل لمستوى التموين والأسعار. محمد صديقي، الأسعار ستنخفض تدريجيا قبل رمضان. الاتحاد الإفريقي يدعم المغرب في ترشيحاته الدولية. وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 5 إصابات جديدة بكوفيد 19. بلاغ لرئاسة الحكومة حول الحصيلة الإيجابية لبرنامج أوراش 2022. زيادة مرتقبة في أجور الصحفيين عقب توقيع اتفاق اجتماعي. أوسمة ملكية لعدد من أطر وموظفي جامعة السيد محمد بن عبد الله المحالين على التقاعد. قمة الاتحاد الإفريقي انطلاق الدورة 36 بمشاركة المملكة المغربية. ونجلة المناخ في قمة الاتحاد الإفريقي توصي بإدراج مداولاتها في تقرير القمة. مسابقة إدارتون تطبيق مساعد في الإجراءات الإدارية بالمغرب يفوز بالجائزة الأولى. تسجيل حادثة جنوح سفينة تجارية بالساحل المضيق من أحد موانئ الأوروغواي. بلاغ لرئاسة الحكومة حول الحصيلة الإيجابية لبرنامج أوراش 2022. طنجة المتوسط، استيراد العجول الموجهة للذبح يمر في ظروف جيدة. رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم تصادق ولو واحدة من الدول الغربية على الاتفاقيات الدولية لحماية المهاجرين وأسرهم. طائرات تابعة للقوات المسلحة الملكية تنقل المساعدة العاجلة للسكان المتضررين من التساقطات والثلوج والفيضانات. الرجاء الرياضي يفوز على سيمبا بدار السلام. إنقاذ 3 أشخاص بعد 13 يوما على زنزال تركيا. سفارة المغرب بأنقرة تعلن عن ارتفاع الوفيات في صفوف الجالية المغربية بتركيا. بعد 300 عام من نصائح الاستثمار، لماذا نسنا جميعا أغنياء؟ تحذير عاجل من أبل بوجود ثغرات خطيرة في هواتفها الذكية. قضية بيجاسوس، محامي المغرب بفرنسا ينفي تقديم أي دليل بعد مرور 19 شهرا. غارديان، المعلومات المضللة عبر الانترنت وصناعة القرن 21. فايندر، تكنولوجيا ناسا للبحث عن نبضات العالقين تحت الركام في تركيا. انفصال جزء من الشمس وتكوين دوامة فوق قطبها الشمالي، ماذا يحدث هناك؟